المشروع دعم الحفاظ على التراث الوثائقي في المنطقة العربية، وهو مبادرة من مكتبة قطر الوطنية باعتبارها مركز الإفلاء الإقليمي لصيانة وحفظ المقتنيات التراثية في المنطقة العربية. هذا المشروع فكرة من الإدارة في مكتبة قطر الوطنية، تم التعاون فيه مع اليونسكو. هذا المشروع بيتكون من عدة مراحل. كانت المرحلة الأولى هي تطوير لقاعدة بيانات للمكتبات التراثية الموجودة لدينا كمركز إقليمي في مكتبة قطر الوطنية. لدينا قاعدة بيانات تحتوي على معظم المكتبات التراثية والمؤسسات التي لديها تراث وثائقي في المنطقة العربية. المرحلة الأولى من المشروع كانت تطوير قاعدة البيانات بالتعاون مع اليونسكو ومكاتب اليونسكو الموجودة في المنطقة، وأيضا تم تعيين استشاريين في بعض البلدان من أجل استكمال قاعدة البيانات للمحاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المكتبات، إن كانت عامة أو خاصة أو المجموعات العائلية التي لديها تراث وثائقي. المرحلة الثانية من المشروع كان هو تصميم استبيان فني للاطلاع على حالة التراث الوثائقي في المنطقة. الاستبيان تم إعداده باللغة الإنجليزية ثم ترجم إلى اللغة العربية. لاحقا تم توزيع هذا الاستبيان، وأيضا استفدنا من الاستشاريين اللي ساعدوا في المرحلة الأولى بتطوير قاعدة البيانات بتواصل مع المكتبات التراثية لملء نتائج لملء الاستبيان. حاليا الاستبيان تم تحليل النتائج والتقرير سوف يصدر قريبا. بعد هذا بعد التقرير سوف يكون هناك المشروع لبناء القدرات للمكتبات التراثية العربية، يلي هو الجوهر مشروعنا المشترك مع اليونسكو، وهو بناء القدرات من أجل الصيانة والحفظ. في البداية كنا الجزائر بطبيعة الحال هي بوابة إفريقيا ومنطقة أضرار التي تكلم عنها الأخ، كانت عبارة عن ممر لقوافل الحج من المغرب ومن المشرق نحو السودان وإلى الحج، وكانت هناك حركة ثقافية كبيرة جدا أنتجت هذا التراث الهائل الذي وجدناه لدى عائلات العلماء المكتبات العائلية إن صح التعبير، وما نسميه بالخزانات، خزانات الزوايا. الزوايا عندنا هي المدارس العلمية أو المدارس الدينية إن صح التعبير، بشبيهة بالمعاهد في وقتنا الحالي. في البداية بدأنا بالتواصل مع أصحاب الخزانات. لما نتكلم عن صاحب خزانة عائلية هي مؤسسة غير رسمية، معناها ملك خاص لصاحب الخزانة، والجهات الرسمية لا تملك سلطة على الاطلاع على هذا الرصيد ولا على يعني إلا فقط من بعض القوانين، وسنأتي على هذا بالتفصيل. فيه بعض الخزانات مثلا تواصلنا معها بحكم تواجدنا في المنطقة، يعني أسكن في المنطقة عن طريق العلاقات الخاصة. والإشكال الكبير الذي كان يعني يواجهنا هو قضية الاستبيان، بحيث أننا اضطرنا إلى العمل بالاستبيان بالطريقتين، الطريقة التقليدية والطريقة التكنولوجية صح التعبير، بحيث أني مثلا كنت اضطر إلى العمل مع صاحب الخزانة على أي تقنية يعني يتقنها. في البداية أحمل معي كل المعدات، يعني رقمنا، آلات التصوير، بعض التشجيعات المالية، أحيانا كتب إلى غير ذلك، ونبقى في يعني أخذ ورد لفتح الباب. أحيانا يستغرق فتح خزانة واحدة 15 يوما مثلا. لما تصل أو تفتح لك الخزانة قد لا تستطيع الحصول على كل المعلومات المطلوبة. فيه بعض الخزانات مثل ما يظهر الآن، صحيح أنها فتحت الباب واستطعنا أن نصور بعض الحالات المصابة كما تلاحظون، يعني حتى فيه مخطوطات مذهبة ومكتوبة بماء الذهب وتراث، يعني هو يستغيث إن صح التعبير. لكن الطريقة التي أيضا كنا نتعامل بها هي ملء الاستبيان، وهذا سيضطر إلى شرح الاستبيان ليأخذ وقت، خصوصا إذا كان صاحب الاستبيان صاحب الخزانة عفوا هو ملك الخزانة عن أهله، يعني فمو كل أصحاب الخزانات لهم مستوى معرفي متفوق لكي يستطيع أن يفهم تسجيلات أو مؤشرات الاستبيان. ثم في كثير من الأحيان يعني أننا اضطررنا إلى إدخال هذه البيانات المسترجعة على الموقع والسيرفر، الذي كان الأمر يعني كان يضطر إلى نصف ساعة تقريبا لإدخال استبيان واحد. صعوبة أخرى التي كانت تواجهنا هي قضية
بعض الخزانات كنا نتواصل معها بالهاتف ونأخذ موعدا، والولايات الجنوبية في الجزائر هي يعني مساحة الجزائر الجانب الأكبر من مساحة الجزائر. فعلى سبيل المثال بين ولاية أدرار فقط لوحدها اللي هي محافظة، التنقل فيها من شمالها إلى جنوبها يعني يستغرق ممكن 4 أو 5 ساعات، في أحيانا تضطر إلى التنقل بالطائرة، وكل هذا العمل تحت درجة حرارة أيضا يعني تفوق 50 في بعض الأحيان، لأننا في صحراء. لكن الحالة المادية أيضا كما تلاحظون هذه الصورة التي تظهر أمامكم في مخاطرة يعني التعامل مع هذا المخطوط بدون استغمال الواقيات ويعني الواقيات الأيادي والغبار، لأنه كما تعلمون المخطوط مكتوب بالورق، وظروف الحفظ في غالب يعني كما أشارت الدكتورة نادا يعني إذا كان هذا الأمر بالنسبة للمؤسسات الرسمية يعني لا توفر ظروف حفظ معينة، فكيف بالمؤسسات الخاصة أو العائلات التي لا تتوفر على أدنى إمكانيات صح التعبير، هو فقط ورثوا هذه المخطوطات من أهاليهم، ولكن ليس لهم دخل رسمي راتب مثلا من الدولة. فيه بعض المشاريع المحتشمة التي تقتصر أحيانا على فيه مركز مخطوطات بني في الجزائر في ولاية أدرار، ولكن الإشكال الذي وقع فيه هذا المركز هو أنه لم يستطع أن يصل لهذه الخزانات ولا إلى هذه المخطوطات، لأنه لا يملك السند القانوني. إذا كان صاحب المخطوط هو ملكه الشخصي، ما هي الوسيلة التي تستطيع أنك تحول هذا المخطوط من صاحب العائلة إلى 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 المركز؟ يعني ما هي الآلية القانونية لهذا الأمر، وما هي بنودها؟ يعني لا توجد، فيه صعوبة كبيرة جدا في التعامل مع هذا الأمر. ما هي المرحلة التي نقوم بها؟ هل نقوم بالإجراء أولا التصوير أو الفهرسة، ننقل الأجهزة للمخطوطة أم العكس؟ يعني كل مخطوطة وكل خزانة فيها نسبة معينة تحتاج إلى تشخيص دقيق للتعامل معها أولا. في أصحاب الخزانات يرفضون التعامل ولا يريد أن يعطيك أي معلومة تماما، يعني هو يرفض تماما. لماذا؟ ممكن أنه تعرض لسرقة مخطوط من باحث مر عليه مرة مثلا ليقيم بحثه لماجستير ودكتوراه وشيء من هذا القبيل، وأخذ المخطوط ولم يرجع، فأي باحث يأتيه أو أي من يريد أن يزور يغلق الخزانة تماما، فيكون هذا الذي قام بهذا التصرف كان سببا في حرمان أمة أو دولة كاملة من جزء من ذاكرتها، فتغلق هذه المخطوطة. قبل أن أزور الدوحة بيومين فقط اتصل بي، يعني لأنني أصبحت في المنطقة وكأني أحمل هذا، وهنا معي زميلي الدكتور سعيد بوطرفة أيضا والكثيرين ممن يحملون هذا الهم. لكن ظهرت في الساحة بعض العناصر التي يعني لما يكون شخص لديه مجموعة من المخطوطات أو كتب في خزانة في يعني في مكان يخفيها يتصل بك سرا، قال أنا في شخص قبل أن أزور الدوحة يقول أن أخي مختل عقليا حرق أكثر من 20 مخطوط لخزانة لأنها كانت محفوظة في جانب من البيت، فأرجوك يعني كيف ستساعدني في مثلا تصويرها أو على الأقل إعداد تقرير حول ما تبقى منها. لما أرجع إن شاء الله سأواصل. الخزائن التي تعاملنا معها كان أكثر من عندي عفوا الرقم بالنسبة للخزانات الخاصة، حاولنا أن نحصي أكثر من 87 في ولاية أدرار لوحدها فقط، و 33 في منطقة عين صالح التي هي بين ولاية أدرار وولاية طمنراس. اتصلنا ببعض الخزانات أيضا في تندوف وفي بشار مثلا في الخزانة الزيانية في الساورة، لكن مع الأسف يعني كان توقيت المشروع لا يسمح باستكمال المؤسسات الرسمية التي تعاملنا معها، لأننا لم نستغل فقط على المخطوطات بل أيضا على مصالح الأرشيف في المؤسسات التربوية مثلا المتوسطات والابتدائيات والثانويات الجامعة وغيرها من المؤسسات الرسمية المتواجدة، نظرا لأن المنطقة فيها درجة حرارة مرتفعة فالوثائق تتطلب إلى توفير ظروف حفظ معينة، يعني توفير ثبات في درجة الرطوبة وفي درجة الحرارة إلى غير ذلك. لكن مع الأسف لم نستطع أن نكمل، رغم أننا لازلنا في تواصل مع هذه المؤسسات، لم نستطع أن نكمل أو أن ندخل كل المعلومات التي استرجعناها ورقيا أو بال يعني في الحاسوب. المشكلة الثانية أنه القائمة الأولية فيها يعني أخطاء كثيرة، يعني من نوع يعني ساحة تعتبر مكتبة في القائمة الأولية التي تحصلت عليها. ثانيا
من الصعوبات حقيقة في تونس هي التالية: تشتت يعني هذا التراث بين العديد من الوزارات، يعني وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الدينية، يعني والعديد من المؤسسات الأخرى، يعني وزارة الصحة، معهد باستور الذي يحمل يعني حقيقة يعني مجموعات ثرية جدا من الكتب العلمية. إذن هذا التشتت يعني جعل أنه من الصعب. يعني الحاجة الرابعة أنه المؤسسات يعني أغلبية يعني يكون فيها يعني كل هذه المؤسسات يكون يعني مدير ملحق بالديوان للوزير، ولكن ليس له أي دراية على ما هي حقيقة الأمر. وأخيرا يعني كان من أكبر المشاكل أنه بعد الثورة يعني وقع تهريب العديد من الوثائق، عن سواء كانت في المؤسسات العمومية أو المكتبات الخاصة، وكان خوف لما تقدم استبيان أو تحكي عن استبيان يعني تكون يعني تردد وخوف، يعني كأنها رقابة، يعني جاء في فترة أنها تأتي كأنها رقابة أو مراقبة لما تم تهريبه وتدميره يعني في الثورة. وكانت يعني فما يعني حقيقة تخوف من أي كل المؤسسات بدون استثناء. لماذا هذا الاستبيان؟ من وراء هذا الاستبيان؟ وما هو أهداف هذا الاستبيان؟ يعني في كل هذا نفسر ساعات وساعات لإقناعهم لهذا ليس رقابة، وليس وراء حسابات، وليس وراءها وزارة الداخلية، وليس وراءها يعني الدولة لمحاسبة أي إن كان. وهذا الأمر الذي أنا لو لم أكن يعني كنت مدير المكتبة الوطنية سابقا ومدير المحكمة الأثار، هذا كله يعني بشخصي، لو كان إنسان آخر ومهما كان في ثقة متبادلة لم يكن هذا ممكن تماما. توصية وحيدة، أنا اكتشفت هذا يعني منذ زمان مش الاستبيان، أنه في تونس وفي عدة دول عربية ولا أتحدث عن تونس، أنه ما فيش جرد وطني للممتلكات الثقافية، ما فيش جرد وطني فيه يعني فيه كل مكتبة أو كل وزارة لها يعني جرد خاص، أما الجرد الوطني للممتلكات الثقافية خاصة المكتوبة فهمتني، هذا أمر أساسي، لأنه بدون هذا الجرد الوطني ستبقى يعني السرقات، سيبقى الانتهاكات إلى غير ذلك. وكل حكومات، وأقولها يعني بدون تردد، كل الحكومات التي انتخبت ديمقراطيا بعد الثورة، اتصلت بكل وزراء الثقافة، بكل رؤساء الحكومات، يا بني آدم ومظلكم قوموا بجرد للممتلكات الثقافية، جرد وطني شامل، يعني إحصاء شامل للممتلكات الثقافية حتى نتجاوز هذه هذا الوضع السيء حقيقة. ولدي هذه هي التوصية الوحيدة، وأكدت على حتى رئيس الجمهورية الجديد يعني أنه يعني لا يمكن أن تتقدم تونس ونحفظ التراث والذاكرة حتى نوظف هذا التراث إذا يعني نفتقد الوسيلة الأساسية لمعالجة هذا التراث. أولا هو يعني الجرد العام، يعني الأحصاء العام، الفحص العام للممتلكات الثقافية اللي هي كل الوزارات، وكل جرد شامل ووطني. عندنا بفلسطين بهذا المجال يؤسفني أقولكم أنه ما في عندنا أبداً تنسيق بهالموضوع. أنا كتير سعيد اللي زميل إلنا من مركز الفنون من دائرة الأوقاف بالقدس موجود، رح يحكي معكم لأنه حافظوا على جزء كبير، لكن حافظوا ضمن الاستقلالية ضمن مؤسسة كبيرة اللي هي الأوقاف الإسلامية، واستطاعوا حافظوا عليه، لكن في كتير جامعات ومؤسسات ومتاحف وإلى آخره، وكلها هذه مش عمالة بتنسق بين بعض. مثلا أعطيكم مثال، مؤسسة أنا بعرف وأنا أحاول أتصل فيهم، كان عندي أنا حوالي 150 لحد 200 قائم، مؤسسة وعائلة وكذا اللي ممكن،
هدول يعني في سبب، السبب الرئيسي انه مش معظمهم بس بجوز حوالي 20-25% حسب ارقامي هم اللي جاوبوا، لكن هدول معظمهم ما جاوبوا لسببين اساسيات. اول سبب انه كل واحد بيعتبر حاله انه منفصل وقادر انه يعمل كل شيء، والسبب الثاني انه ما فيش حدا بيجبرهم او بحثهم على التشارك، اقناع على التشارك with good intentions. انا لا اقول انا لا اجلد نفسي كفلسطيني، بس بكل good intention، لانه في عندنا هون فراغ، والفراغ مهما كان عندنا حكومة فلسطينية لكن برضو في فراغ. هلا بقول لكم ليش، لانه معظم الثقافة موجودة مثلا بالعائلات، موجودة بالعائلات اللي موجودة بالقدس العربية، اللي بحاولوا يغيروا هويتها إلى هوية غريبة عنا. العائلات في البلدة القديمة عائلات تعود إلى 400-500 سنة، هذول عندهم تراث كبير. هذا التراث يعني الضغوطات الإسرائيلية المحتلة بتضغط عليهم كتير، بتمنع عنهم أي محاولات إلى ظهور ثقافي أو فكري أو كذا بعدة قوانين، هم بحطوا قوانين كما يشاءوا، والحكومة الفلسطينية لا تستطيع العمل هناك. نفس الإشي بيافا، يافا كانت تسمى عروس المتوسط قبل إنشاء الدولة اللي تسمى بإسرائيل. فكان في، كان كل الثقافة والفنون بيافا وحيفا، مع احترامي لبيروت وغيرها، لكن والإسكندرية، لكن هدول برضو كمان تم دثرهم من قبل. هل الخوف على القدس وما يلي ما تبقى من هناك؟ فالعائلات لم تستطع أن تشارك بسببين. أول سبب إنه السلطة الحكومة الفلسطينية مش قادرة تصلهم تتعاون معهم، ونفس الإشي هم عليهم قيود من السلطة الحاكمة هناك اللي محتلة، وبالتالي بتمنعهم. شغلة تانية، سبب تاني، الكل كان يحاول انه يورجي انه انا بستطيع اعمل، وفي حاجة لبناية جديدة، في حاجة لكمبيوتر. The wealth of the data and the information is huge, and as it was rightly pointed out, I think it really needs a lot of discussion and reflection over what it means, and that's why we're happy that we could at least share some preliminary results with all of you to engage in the conversation about some of the things that were said, because there will be discussion on illicit trafficking, and Nada talked about the issue of the loss and the theft. There will be discussions on how we mobilize further partnerships, and I think this is really key, because we see, you know, what is the next steps from this conference. And we see that there is a very high number of family libraries that responded to the survey. And to us, that's very fascinating. And I know that there are institutions in the room that we invited that are, you know, donors, that are NGOs that can provide support to libraries in the region. And I think it would be very interesting from the report for those organizations to see where they can also bring additional support. Family library seems to be something that has not been looked at very much, and which to me seems to deserve a whole project on itself. That's one thing. In terms of the lesson learned, I think it's also important because we have, as we said, people from different backgrounds in the room, different representations and levels. There is definitely an issue with access to information. And as the Dr. Rida just said, I really like this image of the, you know, some libraries being, you know, those castles that their first role should be to be accessible to the public, to share the knowledge and to share the information. And what we have seen through the survey is there were a lot of limitations, as it was already mentioned. Suspicion is, I would say, one of the biggest obstacle we faced. A lot of people were really suspicious about this survey, because as we know in the region, there is a history of private collectors, family libraries, being scared of sharing the information, because then they're scared that the government is going to take away some of the things that they have. And this is an issue that we dealt with. So how do you build trust? And of course, yes, we are the UN, and yes, we are a neutral platform to do this work. But at the end of the day, we also need so many different layers of support from the government and from institutions.
We had so many consultants that would go visit institutions themselves, and people will tell them, without a letter from the ministry, I can't open the door. And we tried, you know, we sent a letter to all the ministries, to all the national, you know, so we tried our best to use our leverage as well. But there is an issue with access to information. And I think the difficulty of working on documentary heritage is, unlike built heritage, you know, those World Heritage sites that all of us know about, documentary heritage, as everybody said, it's documents. Sometimes it's inherited, it's within families. So this is something very precious that we don't necessarily see. So there is an extra layer of making sure it's accessible that is not necessarily the case for built heritage.